ده اللي كتبه أحمد قذاف الدم عن ما قاله جيمس موران في لقائه معايا هنا في القاهرة 360 امبارح. والحقيقة أنا كنت متصور أنه هيغضبه أكتر أنه يشبه القذافي بإردوغان، وهذه قد تعتبر سبة في جبين الرئيس الليبي الراحل القذافي. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكاني الاف بي اي دخل بقى لعبة السياسة، تطلع تقرير محرج لهيلاري كلينتون عن تحقيق عملته الوكالة في قضية استخدامها للإيميل الخاص بتاعها في مراسلاتها المهنية لما كانت وزيرة خارجية. التقرير 58 صفحة، شالوا منه فقرات كتير لأن فيها معلومات سرية، ونقل عن هيلاري كلينتون أنها قالت للمحققين أنها كانت واثقة أن مساعديها مش هيقعوا في غلطة أن هم يبعتوا معلومات سرية أو حساسة من الإيميل الخاص بتاعها، يعني مش هي، الناس اللي عملوا كده المساعدين بتوعها لبستها لهم، وقالت أنها ما كانتش تعرف أن الشعار اللي بيظهر على بعض الوثائق ده كان معناه أن الوثيقة دي سرية. يعني الست كانت قاعدة زوجة رئيس لمدة 8 سنوات ثم أصبحت وزيرة خارجية وما تعرفش شعار السري والسري للغاية. المهم التقرير بيقول أن هيلاري استخدمت 13 تليفون محمول مجهزين لإرسال واستقبال الإيميل، وقالت في التحقيق معها أنها يعني ما تلقتش أي توجيهات من وزارة الخارجية عن طريقة تحمي بيها البيانات، وهي خلاص بتغادر منصبها كوزيرة خارجية سنة 2013. الجزء اللي اعتقد بقى انه مقصود من التقرير بتاع الاس بي اي ده ان هو 12 بيقول انها تعرضت في ديسمبر 2012 لارتجاج مخ، وكانت بتعاني قبل راس السنه من تجلط دموي في دماغها. الدكاتره بتوعها بلغوها انها ما ينفعش تشتغل في وزاره الخارجيه الا لساعات قليله يوميا، وبالتالي ما قدرتش تفتكر كل جلسات الاحاطه اللي كانت بتحضرها. الوعكة الصحية دي مش سر، لكن دي أول مرة إن الاف بي اي تقول فيها إن هيلاري عندها فقدان ذاكرة جزئي، وده غالباً كلام ده غالباً هيأثر على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية اللي جاية. عشان كده رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري اللي هو رينس برينس أصدر بيان على طول شكك فيه في صلاحية هيلاري للرئاسة. طيب الحكومة التركية المضطربة نسميها كده، يعني ممكن ده يكون وصف دقيق الحقيقة للي بتعمله الحكومة التركية. هل ممكن ان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم طول الوقت طالع عمال يتكلم عن تطبيع العلاقات مع مصر والإصرار على تطبيع العلاقات، ثم نلاقي المجلس الثوري المصري، عارفين طبعا اللي هم الجماعة اياهم دول اللي قاعدين في تركيا، عاملين اجتماع برعاية تركيا؟ لا هدخل في تفاصيل اللي قالوه لأنهم قالوا نفس الكلام 100 مرة أكتر، إنما التغطية الصحفية اللي نشرتها الأناضول بتقول إن في تخبط في الحكومة التركية، يمكن عندهم رئيسين